for the following questions. Number one, which option closed all your open programs on the internal of your computer? ما هو الإعاز أو الاختيار اللي يطلق جميع البرامج المفتوحة وتصير عملية إطفاء الحاسبة، يعني يقوم بعمليا في آن واحد؟ هل هو الاختيار ريستارت، الاختيار ريستارت خطأ، اختيار ريستارت هو إعادة تشغيل، اختيار سليب أيضا خطأ لأنه هو كنا سليب هو السكون، الاختيار الصحيح هو الشوت داون. نمبر 2 A or AN dash is system software that manages computer hardware and software. إذا ما هو النظام اللي يدير، احنا قلنا الحاسبة تتكون من هاردوير وسوفتوير، المكون المادي والمكون البرمجي، إذا ما هو النظام اللي يدير المكون المادي والمكون وكل موارد يعني الحاسبة بشكل عام؟ هل هي المونيتر، الشاشة خطأ، البرنتر أيضا هذا الاختيار خطأ، إذا الاختيار الصحيح هو operating system نظام التشغيل. Number 3 Windows Vista was released in 2006, 2007, 2008. الجواب اللي احنا كاتبيه بالملزمة هو 2006، لكن بعض الطلبة كتبوا 2007. فبصراحة هذا السؤال شوي صارت عليه إشكالية. أنا كنت أقصد شكل والعبارة جت شكل، فأي طالب مجاوب 2006 أو مجاوب 2007 اعتبرت له الإجابة صحيحة. Number 4 A folder is a storage location with int f. إذا عملية خزن الفولدر تكون بأي موقع؟ ممكن أنه نخزن الفولدر بالفايل؟ خطأ، الفايل ينخزن بالفولدر. ممكن الفولدر ينخزن بالصب فولدر؟ أيضا العبارة خطأ، الصب فولدر يخزن بالفولدر. إذا الاختيار الصحيح هو درايف. Number 5 dash recovers a deleted file or folder. إذا عملية استرجاع الفايل أو الفولدر بعد عملية الحذف، هل هو الاختيار رينيم؟ خطأ، إعادة تسمية، كوبي عملية نسح أيضا خطأ، ريستور الإجابة الصحيحة. Question 2 write true or false for the following statements. Number 1 Google Classroom is an operating system. وايد تكلمنا على هذا الموضوع. الجوجل كلاس روم هو مو operating system، هو application software، اي تطبيق تقدر تنزله من المتجر ويكون موجود على موبايلك، على جهاز الكمبيوتر، على جهاز اللابتوب، هذا يعتبر application software. الاوبريتنج سيستم مثل ما قلنا هو الدوز والويندوز، اللينكس، اليونكس، الاندرويد، الاي او اس. نمبر 2 وايد طلب خطأوا به هذا نمبر 2 هوت ميل is an application software. اكو استفسار طلاب؟ هسه هذا قلنا السؤال النمبر 1 راح يكون الجواب فولس، نمبر 2 الجواب ترو، نمبر 3 احمد آت المستقبل كوليدج ايدوكيشن عراق، هاي المختصر مال ايدوكيشن عراق، از ان ايميل اوف المستقبل يونيفرسيتي، هل هذا الايميل تابع او البريد الالكتروني تابع هاي الجهه والمؤسسه؟ نعم العباره ترو. نمبر 4 ايفون ابلكيشنز سوفت وير ابديت ار امبورتد، بغض النظر اذا كان ايفون او غير الايفون، هل التحديث هو ضروري؟ هنا أنا ممكن اكو عده اراء بهاي النقطه. اكو بعض الاراء يقول لك انا من اريد احدث الجهاز مالتي راح الجهاز يتقال البطاريه، يصير زياده بصرف البطاريه، هاي الامور كلها اتفق وياك عليها. لكن احنا من نجي من ناحيه الامن المعلومات، انا اليوم عندي البيانات جدا مهمه، ما يخالف خلي اضحي بموبايل، اشتري موبايل احدث، خلال سنه احدث، المهم احنا نحكي من الجانب الامني، الجانب الامني انه مهم التحديث؟ اي نعم مهم. اذا هذا الجواب ترو. Number 5 Android is a free operating system. هاي النقطة شوي مهمة. الأندرويد operating system، هسه نعوف كلمة free. Android هو operating system؟ اي نعم operating system. Free مجاني؟ اي نعم free. هاي العبارة لو ضايف لها كلمة not، قايل لك Android not free operating system، كان الجواب خطأ. ليش راح تقول لي الأندرويد هو operating system؟ اقول لك نعم هو operating system، بس انا كاتب لك not free. Not free هاي العبارة خطأ. فإذا هسه العبارة بترو، عندنا أربعة ترو وواحدة فولس. هذا كل ما يتعلق
بموضوع الأسئلة اللي